الجواز. ضرب، تعنيف، تعذيب وخنق حتى الموت، جريمة ثانية في مهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين. هذه المرة الضحية طفلة في الشهر الثالث من العمر، هي غنى محمود هوانة التي رسم العنف على جسدها الصغير الطري ألواناً وأشكالاً مختلفة، ووشم رأسها الأبيض الجميل بكدمة وكسر في الجمجمة، لينتهي المشهد بمعالم سلسلة حول رقبتها. قتلت الطفلة. أتى بها الوالدان ظهراً إلى مستشفى سان تيريز في الحدث، ليدرك الطبيب الجراح بسام فغالي مباشرة أن الطفلة متوفاة. يخبر الوالدين، وبحسب الطبيب كان رد فعلهما عادياً، وجل ما فعلاه أنهما تبادلا التهم بقتل الطفلة. في هذه الأثناء كانت الإدارة قد أبلغت الشرطة التي شهدت شجار الوالدين واعتقلتهما على الفور واقتادتهما إلى فصيلة الحدث للتحقيق معهما. طفلي وصلت ميتي أو وصلت وتبين أي ساعة الوفاة تهم بتبين؟ بفتكر صوب العشرة حسب الطبيب الشرعي، صوب العشرة 10:30 وصلت يعني لعنا 12 وصلت لعنا 12. بس كيف تقبل الأهل قصة وفاتها؟ قلت لهم انه فوتني لجوا للبيت، سكت ما حكي شيء. تبين كدمات حديثه او كدمات قديمه؟ لا، الكدمات اكيد بدها تكون حديثه، بس في كسور قديمه وكسور جديده. يعني طلعت على راسها لقيت في كدمات كثير براسها وفي كورشير جرح كثير براسها. قال لي هيدا حرق شمس. تعجبت انه حرق شمس مش طبيعي. فينا نقول كل جسمه من فوق لتحت؟ كسورات بضلوعه على الميلتين، كسر بالايدتين وبالاجرين. وعلى الوجه؟ وعلى الراس الجمش منه. يا ضرب بشيء إلي يعني صلبة أو أنه كبينا شبقينا ما بعرف. الطفلة توفيت عند الساعة 10 صباحا بحسب تقرير الطبيب الشرعي، أي قبل ساعتين من إحضارها إلى المستشفى، حيث تبين أيضا وجود كدمات قديمة وحديثة على جسدها وكسور في 12 ضلعا من أضلاعها. عم الطفلة يرفض تقرير الطبيب الشرعي واتهام الوالد أو الوالدة. يعني بي بده يقتل بنته ويجيبها على المستشفى؟ ما معقول هالحكي هذا. البنت واقعة وجابوها على المستشفى. خيك أو زوجة خيك هل عندهم مشاكل عصبية أو نفسية؟ لا والله طبيعيين جدا، يعني ما يعني ما عم بحكي هيك لأنه خي، بس كل الناس بتعرفه، فيكم تسألوا غيري كمان. بيشتغل بالحلويات. انتوا حتطلبوا من طبيب تاني؟ طبيب شرعي تاني لنتأكد يعني. أما جار الأهل فينفي أن يكون لديهما أي مشكلات. أنت ساكن حد البيت عنده؟ جيراني يعني أنت بتشوف سلوكهم سواء الزوجة أو ال فين بالمنطقة كلها، مش عند جماعة أوادم ومصلحتهم، ومش هذه بنته بالنهاية، أول بنت عنده مشافه ومش مصدق، مش واحد مختل عقليا. ولهول الجريمة وبشاعتها حضر تباعا النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم والوزير وائل أبو فعور إلى المستشفى لمتابعة التحقيق. أقل ما يقال عنه أنه وحشية وبعد وحشية، المنظر يعني يدمي القلب. عم توصف لنا إياها مثل اللعبة اللي منشوفها بالمحلات؟ مثل بتروحي على محل تشتري لعبة أكيد الطفل أحلى منه. تم توقيفهم هلق، عم يتحقق معهم الوالد المفترض والوالد المفترض. التحقيق بدأ للتو، من المبكر أعطاء أي استنتاجات. القاضي كلود كرم إجا على المستشفى وشاف الأمر. ويعني شو الخطوات اللي حتقوموا فيها؟ هل حيكون في تجديد على القوانين؟ في قوانين جديدة؟ في عقوبات جديدة؟ قوانين ربما يحصل تعديل على القوانين، ولكن القوانين الموجودة حاليا المهم أن تطبق، المهم أن يكون هناك أحكام حازمة، أحكام قاسية، المهم أن يحصل توعية أكثر. إشارة إلى أن الوالد يبلغ من العمر 26 عاما وهو المتهم الأول بقتل طفلته، أما الأسباب فما زالت مجهولة. وإلى أن تنجلي حقيقة الجريمة قد يكون هناك عشرات أو مئات من الأطفال يعانون العنف يومياً، في حين أن قوانين حماية الأطفال تطبق بخجل. فمتى يتخذ القرار بالتشديد في تطبيقها؟